بهدف تقييم الخطوات والوسائل الخاصة بالرقابة عبر برنامج دعم الإدارة الرشيدة، جاء تنظيم الورشة التي نظمت من قبل محكمة الحسابات لصالح رؤساء الأقسام. المناسبة رأسها رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان حجر آدم أو بكر إدريس، والمزيد من التفاصيل. تكملة لمشروع التطهير العام لمؤسسات الدولة والدعم السياسات الرامية إلى تحقيق الإدارة الرشيدة والشفافية والارتقاء بالرقابة المالية في البلاد، تلك هي أبرز الأهداف التي تصبو إليها محكمة الحسابات عبر هذه الورشة التي تمكن المشاركين فيها من مراجعة الوثائق والمستندات التي يمكن قبولها واعتمادها. واستناداً لهذا، فقد أعلن رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان حجار افتتاح الدورة التي جمعت قرابة 30 مشاركاً لإلمامهم وزيادة قدراتهم المعرفية في كيفية معالجة الوثائق والمستندات التي تحقق الرقابة في المصادر المالية في البلاد. كما تناولت ناصية الحديث إيرين أورتوم رئيسة غرفة الضبط والمالية لدى المحكمة أن المحكمة تسعى دوماً إلى إرساء قواعد النزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة في المال العام ومصادره. وما إن بدأت الدورة، حيث قام خبير أجنبي من السنغال بالتطرق إلى الخطوات الضرورية في سبيل جمع البيانات وكافة الوثائق التي تربط معطيات الحسابات والتدقيق فيها وعرض كل البيانات التي تبين الوسائل والخطوات الجادة في تسيير محكمة الحسابات ودورها في الشأن العام.